لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيننا عينيه تشبه عينه جمالا فرأيت فيه لأحمى جميع يا برق بجانا والمراني المهور فعبد مران إذ يلمع البرق يجمع النبي محمد لما تبواني ويكهر كالسماوات ورق رق دمعي ساعة الخيتاج تذكر أيام النبي محمد سبا وآيق المدد ولم يبك إلا لونة وتوجه سكى الله أرجاء بالمدينة إنك مغترما في مرق يرقى نيار ربيب الله نيار ربي بالله وأمينه ديار بها تلف المرافق أجمع نيار لملغى من فراد بغبه النبي محمد وتذكاره للقلب مرأى ومرتى ديار لآل الخلق خلقا وهلكة ديار لمن في الخلق يؤتي ويمنى وأكرم النفس وسيرة ونزوة وإلما وجاب واتقى وأخشى فكان كان خير الخلق فخما مفاخما وذو هيبتي والمشي في تقلب وأزغر لوني أرغت العين تزدري بعيني مخاب إن العميلة ترتى وأنجل عيني آدب الشفر واسع جبين رسول لله والخلق أوسع أزج واقل النبي محمد وجود مدور وليته كنسا وسا درم وسا وملكبه النبي محمد وملكبه آذن به وإزامه إهاب ورب كجتال ورفا كذا جد أبل وأبل زراء مراقا مراقا سيوى الأنمار سلمى وصلاة في الأسرة في المكيل وشهر نبي عزيز وعزيز وعزيز صلى الله عليه وسلم إذا فرك الأسهار أشهد أن لا إله إلا الله.
bayan ka wanda ka riga ba ka cikin abin ga national chief imam don Allah kada zauna nan don za su zo da yawa da ministoci musulmai ba mu je mu je mu waje su baya mun arrangement ce sa don Allah ku saura haka nan ku suka shiga cikin zauna الحمد لله الحمد لله حق حمده وصلاته وسلامه في حق عبده وعلى آله وصحبه حق قدره ومجده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وحبيبه أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن القرآن الكريم هو البلسم الشافي والعلاج الناجع الكافي
والدواء المعافي لكل أدواء البشرية وأهوائها. فإن الله سبحانه وتعالى وهو رب الإنسان أنزل هذا القرآن وصفة للإنسان. فالقرآن الكريم إخوة الإيمان ليس فحسب كتابا يتفنن فيه الناس ترتيلا ورسما وتجويدا أو يتخذوه تمائم ورقى. إن القرآن إخوة الإيمان قبل ذلك وبعده ومعه نور تهتدي به البشرية في دياجير الظلام، لا سيما في مثل هذا العصر الذي اختلطت فيه الموازين واختلت فيه المعايير، ولا يكاد الإنسان يميز بين الفضة والقضة، بين الحق والباطل، بين الحافر والزبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمطلوب منا في مثل هذه الظروف الصعبة إخوة الإيمان أن نتخذ القرآن نورا نهتدي به في الظلمات. فالقرآن إخوة الإيمان أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر، فقال عز من قائل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوة الإيمان، بعد التدبر نهتدي بهذا الكتاب. وإن الذي اتخذ القرآن سراجه ونوره لن يتيها حيث يتيه العالمون، لن يضل حيث أصبح الضلال مطبقا على الأخضر واليابس. فالقرآن فيه هدي من قبلنا إخوة الإيمان، وهدينا كذلك وهدي من يأتي بعدنا. قال عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن إخوة الإيمان هو الكتاب الذي أردف الحق سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم به وصفة لأدواء الإنسانية بل لأدواء العالم. فالمطلوب إخوة الإيمان أن نكون ممن يتدبر آيات القرآن، ممن يفقه عن الله سبحانه وتعالى. فما من مشكل وما من داء أضال وما من أمر جلل إلا وتجد في القرآن الحل والجواب الشافي له. فعلينا بتدبر آيات القرآن إخوة الإيمان تدبرا واعيا، تدبر أولي الألباب الذين زكاهم الحق سبحانه وتعالى في القرآن. فقال عز من قائل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فكأن الله سبحانه وتعالى اختص أولي الألباب بالفهم عنه، بالفقه عنه، بفهم آياته، وذلك في أكثر من مكان من التنزيل. قال عز من قائل في مكان آخر: قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وإن أولي النهى إخوة الإيمان هم أولو الألباب. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
إنما يتذكر أولو الألباب، فأولو الألباب هم الذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى. بل إن الحق سبحانه وتعالى، إن القرآن الكريم يذهب أبعد من ذلك، فتجده في بعض السياقات يخص أولي الألباب بالذكر، يخص أولي الألباب بالخطاب، كأن غيرهم ليس مقصودا بكلام الله سبحانه وتعالى، كأن غيرهم ليس مخاطبا من طرف الحق سبحانه. تجد الحق سبحانه وتعالى يقول في خطاب الأمر في غير ما مكان من التنزيل أمرا لأولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآيات. محل الشاهد ولكم في القصاص حياة كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن أفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى آخر الآيات. فقال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فخاطب الله سبحانه وتعالى ووجه الخطاب لأولي الألباب دون غيرهم، وقال مثل ذلك في آية الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. كأن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب فحسب لأولي الألباب دون الآخرين. فكونوا إخوة الإيمان من أولي الألباب الذين شدد الحق سبحانه وتعالى الذم على من سواهم في أكثر من آية من التنزيل. قال عز من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لهم قلوب لا يعقلون بها. هكذا نجد أن اللب عند الله سبحانه وتعالى هو انسجام القلب والعقل، هو هذا التماسك وهذا التلاقح وهذا التوحد بين القلب والعقل. فالقلب والعقل محطان يجتمعان ليكونا شيئا واحدا، وهو اللب عند الله. لذلك قال الحق سبحانه: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولم يقل لهم أقول لا يعقلون بها. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وفنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من هم أولو الألباب؟ إن الحق سبحانه وتعالى لم يتركنا نتخبط خط عشواء، لم يترك عقولنا تتفرس وتتكهن لتهتدي إلى أولي الألباب. بل إن الحق سبحانه وتعالى فصل لنا صفات أولي الألباب في التنزيل. فإذا أردت أي صفة أيها المؤمن الأبي فاصبر في القرآن واسبح في أبواره، تجد المعاني القرآنية تتدلى، تجد المواصفات الإلهية. الإسلام إخوة الإيمان ليس أسماء بلا مسميات،
الإسلام أسماء على مسميات خلاف ما نرى في العصر الراهن تسمع جعجعة بالعدل فإذا جربت الشعوب التي تدعي الرقية والتقدم والتطور في أدنى دروس العدل تجد عدلها عدلا انتقائيا توجهه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء وليس الحرب الإبادية الواقعة على إخواننا في فلسطين إلا آية من أجلى الآيات ومن أضواء السور على هذا العدل الزائف على هذه الخيانة العظمى التي يتكالب عليها ويتآمر عليها المتعامرون ولا حول ولا قوة إلا بالله أولو الألباب إخوة الإيمان موصوفون بدقة في القرآن كما جميع الأوصاف قال عز من قائل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب كأن سائلا سأل الحق سبحانه من هم أولو الألباب يا رب العالمين فقال عز من قائل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار إخوة الإيمان أولو الألباب إن الحق سبحانه وتعالى لا يترك الأسماء بلا أوصاف أولو الألباب عند الله سبحانه هو الذي يوفي بالعهد هو الذي لا ينقض الميثاق هو الذي يصل ما أمر الله به أن يوصل هو الذي يخشى الله ويتقيه هو الذي يخاف سوء الحساب هذه مواصفات أولي الألباب عند الله هو الذي يصبر في المحن ويشكر في المنن لله الدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه الصبر والشكر جوادان لا أبالي أيهما ركبت والصبر إخوة الإيمان من بين جميع الأعمال هو العمل الذي وعد الله بتوفية صاحبه بغير حساب فقال عز من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إخوة الإيمان هذه صفات أولي الألباب في القرآن وحتى لا يتخيل متخيل ولا يتفلسف متفلسف ولعلك لا يزعم زاعم بأن أولي الألباب هم أصحاب العقول الناضجة هم أصحاب الأفكار النيرة كما يقولون لأن الفكر النير في الحقيقة هو الفكر الذي يهتدي بنور الحق سبحانه أما فكر ينتقي من العدل ما يشاء فمهما ادعى من الرقي فليس من الرقي ولا الرقي منه في شيء فقال عز من قائل إخوة الإيمان في وصف أولي الألباب في مكان آخر من التنزيل لأنهم هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
أولو الألباب عند الله هم الذين ليس لهم هم إلا الله سبحانه. قال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأولو الألباب عند الله إخوة الإيمان هم الواقفون بباب الله سبحانه، هم المتعلقون المتشبثون بعرى الإيمان، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يجمعون بين الذكر والفكر، يجمعون بين ذكر الله سبحانه والفكر في آلاء الله سبحانه. هؤلاء عند الله هم أولو الألباب. فلنضع أنفسنا إخوة الإيمان في موازين القرآن لنرى أين نكون من أولي الألباب، أين مكاننا من أولي الألباب الذين يفقهون ويعون عن الحق سبحانه، الذين قال الحق سبحانه وتعالى في وصفهم بأنهم أهل الإحسان، فقال عز من قائل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أي هم من حققوا مقام الإحسان، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يفقهون عن الله سبحانه، الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف الطيبات الزاكيات النيرات. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نحن فيه. إن أمتنا تمر بمنعطف صعب، تمر بضائقة شديدة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما أهمنا، إنه القادر على ذلك. اللهم إن الصهاينة البغاة طغوا وبغوا على عبادك، فاكفناهم يا رب العالمين بما شئت وكيف شئت، وخذهم إلهي أخذ عزيز مقتدر، وانزعهم من نعمتك إلى نعمتك، ومن وصلك إلى قطعك نزع أعجاز نخل منقعر. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلهنا يا عزيز يا شديد يا ذا البطش الشديد، إنك تفعل ما تريد، اللهم اكفنا هؤلاء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هؤلاء الصهاينة البغاة الذين طغوا على عبادك لا ترفع لهم يا إلهنا راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم إنك على ذلك قدير، فقد كفيت
قبل ذلك المستضعفين بما شئت فقلت وقولك الحق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فأرسل على الآخرين يا رب العالمين طيرا أبابيل كما أرسلت على الأولين اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل هذه البلاد غانا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق ولاة الأمور على ما تحب وترضى وأطفهم على الرعية يا رب العالمين اللهم أطف الولاة على الرعية وارزقهم البطانة الصالحة التي تكون عونا لهم على أداء الأمانة التي حملتهم يا الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة أكرمك الله عايزين كده إن شاء الله نعم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. National Chief Imam Muda, Prof, you are welcome. Yang wa maza da mata, muna nan da izinin mataimakin shugaban kasa Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia. Kowani sati duka akwai masallacin da mataimakin shugaban kasa yake zuwa yi sallah da jama'a musulmai. Yau ce yayi niyya zo nan, shi yasa muka riga ya shi nan, amma ya fara wani emergency meeting domin ba shugaban kasa shine mukaddashin shugaban kasa. Shi ya san kaman an ya kare wannan emergency meeting nan sannan yazo, amma ba yi an kare wannan emergency meeting ba don shi wai a gaya ma jama'a su yi hakuri. Baya wannan kuma da ya so yazo shi da kanshi ya isar da godiyar shi na musamman domin irin addu'an da jama'a musulmai suka yi mai yayi ya samu nasara a cikin presidential primary da sati wancan muka je. Amma wai mu saya madadin shi mu isar ma jama'a musulmai wannan godiya na musamman. In short, His Excellency the Vice President Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia, every week there is a mosque that he selects and goes to pray Juma with his fellow Muslims. This week, he had wanted to come. That explains why we took the lead ahead of him. He started a meeting in the morning, an emergency meeting, and he was thinking that he could finish before coming. Fortunately, unfortunately, the President of the Republic is absent.
So per our constitution, the vice president is the acting president. So he had wanted to come himself and thank you for the support and the prayers he offered for him, which culminated in his presidential primary. Be that as it may, he has access to stand in his stead and sincerely thank you for all the support that you've given him. He says the victory is not for him alone. The victory is for all of us, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. صلاه على النبي الكريم امين 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 اللهم ارفعنا ولا تدعنا امين وارفعنا ولا تدفعنا امين واعطنا ولا تهربنا امين اللهم زدنا ولا تنقصنا امين وارحمنا ولا تعذبنا امين ولا تشغلنا امين اللهم اجعل بلدنا غانا امين بلدنا امنا مطمئنا امين وسائر البلدان امين وامنا في اوطاننا امين لا تفتنا امين بسر امن الرسول لا رفع الا به وقالوا سمينا عقانا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما قسمت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاه على النبي الكريم